ألو حضرة الضابط، معك السفير سالم الدوسري. في شخص دخل على الأراضي السعودية ومعه ولدين، وعندي معلومات إنه عايشين هلأ هني بخيمة بنص الصحراء، فجمع الرجال وبدي إياهم هلأ. مشي معنا لوين؟ أنت خاطف ولدين ودخلت الأراضي السعودية بالتزوير. بس هودي ولادي. هلا بالمخفر متأكد إذا هودي ولادك. حملوه يا شباب. لوين أخذيني؟ وأنتوا تعوا معي. سعادة النائب لطيف الظريف. ألو. الشخص اللي خطف الولاد صار موجود عندنا حاليا، خلال 24 ساعة بيكون موجود بالأراضي اللبنانية وبتستلموه. تسلم. فده سعادة النائب، رداني لك ولادك. شكرا. انتو دايما ما بتعصروا معنا. والخاطف شو بدك نعمل فيه؟ يلا حراس خدوه على الحبس، وهالمرة اذا بيهرب من الحبس لحدكم محله، وما تتركوا موعد على الحراسي تحت اي ظرف. فاهمين؟ حاضر. يلا معنا. يلا شكرا. حضر لجوا. عم تضرب منا هذيك المرة. هلا بشوف كيف انحسبك. يلا فوت. ما بقى تطلع من البيت، نحن على ابواب انتخابات، مش ناقصني وجعك راس. كل الحق على ابنك تامر، هو اللي عطانا منوم وخلينا ننام، انا لو كنت واعي كنت عوزتهم كلهم. يلا مشينا يا جاكشان، ابني تامر اكل نصيبه، المهم اقعدوا بالبيت وما حدا يطلع من البيت. كلهم يعني كلهم، لطيف واحد منهم. كلهم يعني كلهم، لطيف واحد منهم. يا وكل المعنى صح. طيب شوفي، في حدا منزل فيديو عن قصة اولادك وكيف انت حطيت بيهم الحبس. ايه وشو يعني؟ المظاهرات بلشت والشعب كله عم يطالب لحتى يطلعوا من الحبس، وهلا جايين يتظاهروا قدام بيتك. شو؟ دق لكل الحراس بسرعة، وانا بعرف كيف اضحك على الشعب. ايوه الشعب اسمعوني منيح، هؤلاء الاولاد اللي جوا بيكونوا اولادي، وانا معي الاوراق تثبت هيدا الشيء. كذب يعني كلهم، لطيف واحد منهم. كلهم يعني كلهم، لطيف واحد منهم. روقوا، انا رح اجيب الاولاد من جوا خليهم يعترفوا مين بيهم الحقيقي. اذا انا كنت بيهم الحقيقي بضلوا معي، واذا كان هذا اللي بالحبس الخاطف اللي جوا بيهم الحقيقي بيروحوا معه وبياخذوا مبلغ كتير كبير من المال كتعويض. انت غسلت لهم دماغهم، شبوه بالبندورة. يلا قوموا بسرعة. الدنيا قايمة قاعدة برا والمظاهرات معبية الدنيا، قوموا اعترفوا انه انا بيت الحقيقي. بابا يلا قوموا. بس يا بابا اذا كذبنا بتصير العالم تكرهنا. ليش انت بعرف اعترف انه هيدا الواطي اللي جوا بالحبس بيك؟ على كل حال روح اعترف باللي بدك اياه، بس اتذكر رح احرمك من المصاري، رح احرمك من الشركة. يلا روح. كذب يعني كلهم، لطيف واحد منهم. كلهم يعني كلهم، لطيف واحد منهم. كلهم يعني كلهم، لطيف واحد منهم. يا شعب أنا جاي أعترف لكم بالحقيقة، أنا رح قلكم إنه بي الحقيقة هو لطيف الظريف، وأنا رح أعترف إنه بي الحقيقي هو حمد. لك شو عملتي؟ ليش عملتي هاي؟ أنا مش بدي مصاري، مش بدي شيء. أصلا بتعرف بين النايب لو بيحبنا كان زعل علينا من زمان، ونسيت بعينا كيف كان يحبنا ويلعبنا كل يوم. آخ تعبت كتير، بس كرمالكن يا ولادي بتعبوا ما بيهمني. يلا يا بابا انزلوا على المدرسة ودرسوا منيح، بدي إياكن بأعلى المراكز. مرسي بابا. باي بابا. مرسي كتير إنه جبتنا على المطعم، بس أنت ما بدك تاكل؟ مالي أنا باكل بالبيت. شو عملتي يا بنت؟ بدك بيك الفقير؟ روحي لعنده على بيك الفقير. ما تمد ايدك، انا رح طبخ غراضي وشنتي، وفين من هيدا البيت؟ غراضك وشنتي؟ هودي كلهم جبتيهم من المصريات يا حبيبتي، بتفلي مثل ما جيتي. يلا. وانت شو؟ بس الحق لا تاكل ولا بتضلك عند بيك الحقيقي؟ اكيد بدي ضلي عندك، فوت لجوا. كثير بكره لهيدا النايب، بفكر بمصرياته رح يشتريني. بي بعده بالحبس، لازم طلعه باسرع وقت. حضرت النايب شوف بنتك قال مع التلفزيون شو عم تحكي، العالم كله برا عم يطالب يطلع بيهم من الحبس، العالم عم يسوروا اكثر واكثر بيهجموا علينا. نايب لطيف الظريف زور الوراق وحبس بيي بالحبس، وهو النايب كان عطول يضربني عشان اعترف انه هو بيي، فبليز ساعدوني عشان يطلع بيي من الحبس. لازم اتصرف باسرع وقت ممكن، لانه هالشي بيأثر لي على حملتي الانتخابيه. يا حراس طلعوا الخاطفة من الحبس. يلا روح اطلع زمطت بريشك، النايب اخر سبيلك. انا بورجيكم انتو النايب. يلا روح.
مايكل، مايكل، انت بدك تقود الحملة الانتخابية تبعي. ميرسي يا بابا، ما تعطى الهم، اكيد رح نربح. هيك بدي اياه ابن بيك. اذا ربحنا الحملة الانتخابية ثروتي رح تصير اكبر بكتير. ليش البابا نقى مايكل يدير له الحملة الانتخابية؟ ليش انا شو ناقصني؟ صار يحبه اكثر مني كمان. بابا بابا، انا طلعتك من الحبس وانا اعترفت انك انت بيي الحقيقي. من بعد شو؟ من بعد ما زليتوني وبهدلتوني قدام الناس؟ بالعكس، نحن ما بهدلناك، العالم صارت تحبك من بعد ما عرفت قصتك، وهلا عم بيطالبوا انك تنزل على الانتخابات ضد لطيف الظريف. انا ما بيهمني انتخابات، ما بيهمني قرفها كلها. اذا ربحت الانتخابات رح تقدر تنتقم من النايب. هلا المهم خيك وين؟ اختار يضل مع النايب واعترف انه النايب بيو. بتشوف يا لطيف الزفت، نهايتك صارت قريبه انت وهالابن المنزوع. بابا بابا، شوف شوفي شو بك شو بك. بيي العلم نازل على الانتخابات ضدك. شو هالجردون هذا؟ صار لي 20 سنه انا نايب، هذا بده ياثر علي؟ انسى يا بيي انسى. نايب كتير قوي ونحن لازم نربح عليه بالزكا. زكا شو حبيبتي؟ بدنا أصوات، يا ما في نواب أغبياء طلعوا بالتزكية. هلأ تامر سرق اللابتوب، واللابتوب عليه كل معلومات الانتخابات. هلأ إذا أخذناه أكيد حنربح 100%. خبرني كم صوت صار معنا بابا. أوكي شوف، ما تعطى الهم، الانتخابات لعنا 100%. العيال الكبيرة كلها صارت معنا، بيت حمية وبيت زعيتر وبيت خوري كلهم رح يصوتوا معنا. بس أنا خايف هذا النازل ضدنا يعملوا شي مفاجأة، لأنه كانت كل الثورة معه. ما تعطى الهم، حط إيديك وإجريك بمي باردة، انتخابات لعنا. ألمة؟ ليه عم تدقيلي؟ تامر، أنا بعرف طريقة تفلي المايكل من البيت. إيه وشو هي؟ اللابتوب اللي انت سرقته بتسلمني اياه وما عليك. ايه وبعدين؟ بس يخسر بيك بالانتخابات اكيد حيشحط مايكل، لانه مايكل هو قائد الحملة الانتخابية. اكيد لا، انا ما بخون بيي. اكيد يا ولد حيجي معنا. بابا بابا بدي خبرك شيء. شو في شو بيك؟ ما انا شايف عم يشتغل امور انتخابية انا وخيك. العيال الكبيرة كلها جبنا اياها حتصوت معنا، واكيد حيطلع نايب ناجح مثل بيو بالمستقبل. يلا قول خلصنا. خلص ماشي. مايكل رح يصير نايب من بعد البابا، واخذ الشركة وعم ياخذ مصاري، والبابا كتير عم بيحبه صاير. لا كتير هيك. ألمة أنا بنت عرضك. تفضلي هيدا اللابتوب، وما بدي حدا يعرف إني عطيتك إياه. ما تقدر هم. بابا بابا جبت اللابتوب تبعو النايب لطيف الظريف. عال عال كتير منيح، تحيل حتى أشوف شو في بقلبه. يي بس في كلمة سر. يعني كل تعبنا راح على الفاضي. لحظة، منروح على محل تليفونات ومنفك كلمة السر. ايه وبيعرفوا انه نحن سرقنا اللابتوب وبفوتونا على الحبس.